السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. معكم محترف بكم في دار المعلومات. اليوم أقدم لكم طريقة استرجاع الياهو اللي نسيت رمزه السري أو نسيت الياهو. نكتب ياهو، ندخل على الياهو ولن ياهو، ثم نقوم بالنقر على تسجيل الدخول. لا نتذكر البريد الإلكتروني أو كلمة السر. ننقر هل تواجه مشكلة في تسجيل الدخول، ثم ندخل عنوان بريد إلكتروني أو الرقم الهاتف، مثلا 0 7 5 0. هذا عنوان رقم الهاتف خاص بي. آسف لأن لا أظهر في الفيديو. وننقر على المتابعة، ثم ننقر على أنا لست روبوت، ثم ننقر على المتابعة مرة أخرى، ثم نقوم بالنقر نعم إرسال مفتاح الحساب لي. يقوم بإرسال المفتاح على رقم الهاتف. انتظر قليلا حتى وصلني عنوان او التأكيد وصلني الرمز. نكتب مثله BAFHZKXY. لازم اكتبه صح قبل لا يخلص الوقت المتبقي 10 ثواني. ندخله مثل ما تشوفون، دخل على 3 ياهوات مسجلين على رقمي. ندخل على الياهو الذي قد نسيناه او الذي نرغب استرجاعه. نقوم بالنقر سامر على التأمين حسابي لاحقا إذا لم أضف البريد الإلكتروني للإسترجاع. نقوم بالدخول عليه ثم نقوم بالتعديل عليه، مثلا نقوم بتغيير كلمة السر أو نقوم بتغيير رقم الهاتف. وبخاطركم شباب، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو. هنا رضاكم، كان معكم محترف بكم في دار المعلومات. القاكم في فيديو جديد.